يولد الهلال الجديد لشهر محرم لعام 1446 للهجرة يوم السبت السادس من يوليو لعام 2024 الساعة 2:57 بعد منتصف الليل، ووقت غروب الشمس يكون على ارتفاع 8 درجات ويغرب بعد غروب الشمس ب44 دقيقة، فعليه يكون يوم الأحد السابع من يوليو غرة شهر محرم لعام 1446 ورأس السنة الهجرية الجديدة. يولد الهلال الجديد لشهر رمضان المبارك يوم الجمعة 28 من شهر فبراير لعام 2025 الساعة 4:45، ووقت غروب الشمس في نفس اليوم سوف يكون على ارتفاع 6 درجات ويغرب بعد غروب الشمس ب31 دقيقة، وعليه يوم السبت 1 مارس غرة شهر رمضان المبارك. يولد الهلال الجديد لشهر شوال يوم السبت 29 من شهر مارس لعام 2025 الساعة 2:58 ظهرا، ومع غروب الشمس سوف يكون بمحاذاة الأفق ويغرب بعد غروب الشمس ب5 دقائق، عليه يوم الاثنين 31 من مارس غرة شهر شوال وعيد الفطر السعيد. يولد الهلال الجديد لشهر ذي الحجة يوم الثلاثاء 27 من مايو لعام 2025 الساعة 7:02 صباحا، ووقت غروب الشمس سوف يكون على ارتفاع 6 درجات ويغرب بعد غروب الشمس ب38 دقيقة، عليه يوم الأربعاء 28 من مايو سوف يكون غرة شهر ذي الحجة، ويوم الجمعة 6 من يونيو سوف يكون عيد الأضحى المبارك ويوم النحر. وكل عام وأنتم بخير.